هناك 3 أهداف حقيقة من هالمشروع: استخدامه كوقود للسيارات، استخدامه كذلك في مجال البتروكيميكال والتصنيع، كذلك يعني استخدامه في إنتاج الطاقة. ممكن أن طبعا في هذا المشروع حقيقة بيكون هناك توربين طبعا هيدروجيني في حدود 280 كيلوات، وممكن أن ربطها بالشبكة، شبكة كهرباء مياه دبي. تكلفة المشروع حدود حوالي 50 مليون. الشيء الطيب فيها أن هذا مشروع شراكة مع القطاع الخاص، ونحن عارفين أن اليوم لنا شراكة مع إكسبو، شراكة مع طبعا القطاع الخاص اللي هم سيمنز، ولنا حقيقة نجاحات كثيرة مع القطاع الخاص في حكومة دبي. اليوم أكثر من تقريبا 4000 ميجاوات القطاع الخاص هو قائم بهذه المشاريع، مشاريع الطاقة في دبي. شكراً.